الرحمن الرحيم. اخر حاجه كنا بنتكلم عنها دلوقتي انواع الكابلات، اخدنا فيه كام نوع من انواع التقريج، ستريت ثرو، كروس اوفر، وكان في نوع ما جبناش سيرته اللي هو الثالث اللي هو الرول اوفر. تمام، ده اللي انا عايزه اتكلم عنه دلوقتي بقى. ايه حوار الرول اوفر كيبل ده؟ رول اوفر او برضو اللي احنا في لغتنا الدرجه بنسميه كابل الكونس، الكابل الازرق ده، الكابل اللبني ده، ده اللي اسمه كابل الرول اوفر او كابل الكونس. فكرته ايه؟ مش احنا كنا اتفقنا ان انا عندي 8 بنات، 1 2 3 4 5 6 7 8، والطرف الثاني نفس الكلام بالظبط اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام، قال لك في طريقه بقى الرول اوفر ده اللي بيحصل، انا بوصل عكسي، 1 اربطه ب8، 2 اربطه ب7، 3 ب6، انسقهم لغايه ما اوصل 8 ب1. الكابل ده عاده احنا اصلا مش بنقرجه، الكابل ده احنا بنشتريه اساسا متقرج جاهز. شكله عامل ازاي؟ اللي هو الكابل ده، الكابل ده، حتى لو تبص هنا كده هتلاقي حتى الالوان بتاعته مش كل لونه الابيض بتاعه كلها اساسا الوان سوليد. تمام، الكابل ده بعمل بيه ايه؟ دلوقتي سؤال بعيد عن سيسكو، لما انت بتحب تعمل كونفيجريشن للدي اس ال مودم اللي عندك في البيت بتعمل له كونفيجريشن ازاي؟ الدي اس ال مودم الراوتر اللي عندك في البيت ازاي يعني؟ بتفتح صفحه براوزر زي مثلا فايرفوكس بالظبط، انتر، هيطلب منك يوزر نيم وباسورد، هتكتب اليوزر نيم والباسورد الديفولت اللي جايين معايا، وبرده الباسورد الديفولت اللي جايين معايا، ده بفرض ان انت ما غيرتش حاجه من الديفولت يعني. تمام، انتر، وبعد كده تشتغل كل جي او اي ماوس كده، تكليك هنا تغير الاي بي، تكليك هنا تغير الباسورد، تكليك هنا مش عارفه تعمل ايه. سيسكو لا، سيسكو الراوتر بيجي لي فاضي خالص، معلوش اي كونفيجريشن نهائي، معلوش اي بي، معلوش يوزر نيم، معلوش باسورد، عليه حاجه واحده بس. ايه هي؟ عليه الاي او اس بتاعه، اي او اس انترنت ورك اوبريتنج سيستم. الاي او اس او الاوبريتنج سيستم بتاع سيسكو اسمه ايه؟ انترنت ورك اوبريتنج سيستم. تمام، طب طالما معلوش اي بي ولا يوزر نيم ولا باسورد اكونكت عليه ازاي؟ قال لك ساعتها هستخدم الكابل ده اللي احنا بنسميه كابل الكونسول واوصله بالراوتر. يوصل ازاي؟ الفتحه دي هدخلها في الراوتر في الفتحه اللي مكتوب او في الانترفيس اللي مكتوب عليه كونسول اللي بنفس اللون. طب والطرف الثاني ده هوصله فين؟ هيوصل طيب، والطرف الثاني هيوصل فين؟ قال لك هيوصل في جهاز الكمبيوتر فين بالظبط؟ في الفتحه اللي مكتوب عليها سيريال، في الانترفيس السيريال. طب سؤال بقى، طب الانترفيس السيريال دلوقتي كلها ما بقتش موجوده، يعني كان زي اللي جنبي الورك ستيشن ده، ده معلوش سيريال، انا اللي اشتريت اساسا كارت سيريال ووصلت عليه. طب احنا دلوقتي شغالين على اللاب، اوصله ازاي؟ احنا جبنا ايه؟ توصيله ادابتور بيحول يو اس بي تو سيريال. تمام، سيسكو على فكره بدات تصنع كابلات، بدات دي من كذا سنه. تمام، بدات تصنع كابلات طرف منهم بيدخل في الراوتر في الفتحه اللي اسمها كونسول، والطرف الثاني اساسا بيدخل في اللابتوب بتاعك او في الجهاز بتاعك يو اس بي دايركت، يعني الطرف ده كونسول، الطرف اللي قصاده يو اس بي دايركت. تمام كده، ايا كان السيناريو اللي انت هتستخدمه، المهم ان الكابل ده اسمه كابل ايه؟ الكونسول. طب سؤال، اللي انا شرحته لغايه دلوقتي ان الطرفين ار جي 45، ده 8 بن وده 8 بن، امال منين انا بقول ان الطرف ده هيدخل في الراوتر في الفتحه اللي مكتوب عليها كونسول والطرف الثاني هيدخل في فتحه ايه؟ سيريال. قال لك لا، هو الكابل ده لو جيت افتحه كده من جوه، الطرف ده ار جي 45 وهنا برضو ار جي في الحته دي ار جي 45. تمام، بيدخل هنا في ادابتور، كان في كابلات زمان كان لونها اخضر، كان ده اساسا ار جي 45 وانا اللي بجيب الادابتور ده واوصلهم ببعض. اللي موجود دلوقتي لا، هي صبه واحده كده زي ما اتفقنا بالمنظر ده. الاجدد الطرف ده كله ما بقاش موجود، اللي موجود بداله يو اس بي. ايا كان تاني السيناريو، ان تاني ك
كابل السيريال انا او كابل الكونسول ده انا بستخدمه ليه لما اكون عايزه اعمل كونفيجريشن لبعض الراوترز من الكاتيجوري اللي معلاش اساسا اي كونفيجريشن زي سيسكو مثلا زي هواوي اي راوترز من الكاتيجوري ده. تمام. طيب ازاي بقى زي ما اتفقنا انا هدخل دلوقتي الفتحه دي في الطرف المكتوب عليه كونسول والطرف الثاني فين في السيريال او زي ما احنا عاملين دلوقتي كده عن طريق الادابتر. وبعد كده كابل الباور احنا دخلناه في الراوتر تمام ودخلناه الناحيه الثانيه في الحيطه في الكهرباء ومنت بقى كده بنفسك شغلي الراوتر. هتلاقي جنب كابل الكهرباء هتلاقي فيه زرار اون واوف. تمام اوكي كده الراوتر بتاعنا اشتغل. انا عايزه اكونكت عليه دلوقتي. احنا اتفقنا لو كان ده دي اس ال مودم فكونكت عليه ازاي؟ عن طريق براوتر. انما ده معلوش اساسا اي اي بي اكونكت عليه ازاي؟ عن طريق كاتيجوري كده من البرامج بنسميها تيرمينال ايميوليتور. تيرمينال ايميوليتور على سبيل المثال في برنامج مثلا اسمه هايبر تيرمينال، في مثلا برنامج اسمه تيرا تيرم، في برنامج اسمه باتي، في برنامج اسمه سكيور سي ار تي، في مثلا برنامج اسمه موبا اكس تيرم، في مثلا على سبيل المثال ميني كوم، في كاتيجوري يعني برامج كتير قوي. كل دي زي ما اتفقنا تبع عندي كاتيجوري، كاتيجوري اسمه تيرمينال ايميليتور. انا عن نفسي دايما بفضل ان انا استخدم يا اما تيرا تيرم يا اما الباتش. نعم موجود عندك. تمام يا اما هستخدم تيرا تيرم يا اما هستخدم ايه الباتش. تمام. برنامج الهايبر تيرمينال كان كده كده اساسا موجود مع الويندوز الاكس بي فور فري، ما كنتش بضطر ان انا اشتريه، كانت مايكروسوفت شاريه اللايسنس بتاعه وحطاه تحت الويندوز ابتداء طبعا اللي هو الاكس بي والويندوز سيرفر 2003 ابتداء من ويندوز 7 بالكاتيجوري بقى العيله بتاعته كلها. تمام. مايكروسوفت ما اشترتش اللايسنس بتاعته، وبالتالي انت لو حبيت ان انت تشتغل ببرنامج الهايبر تيرمينال انت بنفسك لازم تشتريه نسخه ايه؟ بتديك 30 يوم فور فري ترايل وبعد كده انت بتضطر ان انت تشتريه. هو اساسا برنامج غبي وعقيم وانا مش بحب اشتغل فيه. تمام. في طريقه ثانيه زي ما اتفقنا او كانت مجموعه ثانيه من البرامج زي تيرا تيرم وزي باتي. انا عن نفسي بفضل البرامج دي لان هي تبع اتفاقيه جي بي ال، فاكر جي بي ال جنرال بابليك لايسنس؟ تمام. تبع الجي بي ال وبرامج فور فري وبتدخل على جوجل تنزلها فور فري وحجمها صغير مش كبير. في كمان السكيور سي ار تي، هو في مميزات ازيد صراحة يعني. تمام. بس نسخة كوميرشال بفلوس طالما انا عندي الباتي والتيرا تيرم، خصوصا كمان ان الباتي نازل منه فيرجن بعد كده او اكستنشن بعد كده اسمه سوبر باتي بيديني نفس يعني جزء كبير من الامكانيات بتاعه السكيور سي ار تي. تمام. في كمان الموبا اكسترن، في كمان الميني كوم زي ما اتفقنا في برامج كتير. انا دلوقتي مثلا هستخدم ايه؟ تيرا تيرم او ممكن نستخدم الباتي زي ما انت عايز. باتي؟ طب ما طالما انت شغال بالباتي نجرب التيرا تيرم. ما اشتغلتش فيه الا مره واحده اصلا. الباتي؟ فين بقى؟ حطه فين؟ دي السكريبتات بتاعتنا دي ولا ايه؟ تمام. انت عايز تكونكت عليه عن طريق اس اس اتش ولا تلنت ولا ايه بالظبط؟ سيريال. سيريال تمام؟ طيب وبعد كده تقول له كوم. فين الكوم هنا؟ احنا كوم اربعه. احنا موصلين الكوم اربعه. اوبن. تمام. appearance change كبر بس كده الخط شويه كده كويس. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان اعمل configuration لاي سيستم في الدنيا سيسكو او غير سيسكو اي configuration في الدنيا في عندي طريقتين، طريقه اسمها CLI وطريقة اسمها GUI. CLI اللي هي Command Line Interface. تمام. وفي طريقة اسمها GUI اللي هي Graphical User Interface. بالمناسبة صحيح في طريقة وسط ما بين الاثنين اللي هي TUI لو تفتكرها. Text User Interface مش موضوعنا دلوقتي خالص. تمام. مش موجودة هنا؟ لا
هو صحيح انا قلت لك قبل كده ان سيسكو مبني على الكرنل بتاع لينستر بالدوس تمام، بس لا ستيل في حاجات مش موجوده يعني التي اي مش موجود في سيسكو تمام. طيب قلنا تاني السي ال اي ده عباره عن ايه؟ انا هكتب امر بايدي. الجي او اي زي مثلا دي اس ال موديل ايكون ماوس تمام، مثلا الدوس، الدوس ده ايه؟ اول سي ال اي الويندوز جي او اي. طب في لينكس كنا بنعمل فيه ايه؟ سي ال اي الاثنين كان ممكن ان انا الغي الديسك توب يبقى اشتغل سي ال اي، او ان انا ممكن ادخل على الديسك توب واشتغل بطريقه الديسك توب، او حتى معظم شغلنا حتى لما كنت بدخل بالديسك توب كنت بفتح الكونسول اساسا او الشيل او الباش وبشتغل عليه كومنت تمام. طيب احنا في شغلنا كله في سيسكو هيبقى ايه؟ سي ال اي. معنى كده ان انا في سيسكو ما ينفعش ان انا اتعامل بجي او اي، هو ينفع لو كملت في دراسه السكيورتي باذن الله في طول اسمها سي سي بي، CCP سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال. التول دي بتساعدني ان انا اكونكت على سيسكو جي او. طب سؤال بقى، ايه رايك انهي اسهل سي ال اي ولا جي او اي؟ الاسهل جي او اي. جي او اي والافضل سي ال اي. سي ال اي ليه؟ احنا كنا قلنا قبل كده عايز السيستم بتاعك يبقى ستيبل سي ال اي على طول. انت بنفسك شفت لما كنت بشتغل ديسك توب حتى في لينكس كان ساعات بيحصل قدامي تغييرات، الاقي مثلا الباش لونها عم بتغير مره واحده صح تمام. كنا قلنا قبل كده ان في سيرفرات لينكس بتفضل بالسبع ثمان سنين قايمه من غير ريستارت. ايه اللي خلاها ستيبل قوي كده؟ لان كل شغل يتعامل معاه بيبقى ايه؟ سي ال اي. كان في مجله امريكيه عملت مسابقه كده عشان يشوفوا اكتر راوتر سيسكو قايم ليل نهار من غير ريستارت، لقوا ان في راوتر سيسكو قايم بقاله قد ايه؟ تخيل 10 سنين. 9 سنين. 9 سنين من غير ريستارت. تمام؟ ليه؟ سي ال اي ستيبل. يبقى صحيح الافضل او الاسهل هو جي او اي، لكن كافضل في الاستابيليتي السي ال اي. تمام؟ يبقى كل شغل في سيسكو هيبقى ايه؟ في الكورس بتاعنا سي ال اي. السي ال اي نفسه اساسا في سيسكو، سي ال اي في سيسكو ذات نفسها اساسا مقسوم لنوعين. ممكن ان انا اكونفيجر سيسكو بطريقه اسمها سيت اب مود، وممكن ان انا اكونفيجر سيسكو بطريقه اسمها الكوماند مود. ايه الفرق؟ قال لك السيت اب مود ده عباره عن سيريس اوف كويستشنز، مجموعه كبيره من الاسئله، والمود ده مخصص للبيجنرز. للبيجنرز ليه بقى؟ قال لك هي قلنا تاني مجموعه كبيره من الاسئله، لو انت غلطت في سؤال واحد هتضطر ان انت تجيب الليله من اولها، ما عندكش اوبشن ان انت ترجع وان ستيب اب كده وتصلح الغلطه اللي انت عملتها، لا بتضطر ايه؟ تعد الاسئله كلها من اولها. ومخصص للبيجنرز. ليه للبيجنرز؟ قال لك لان في حاجات ادفانس مش بيسالني فيها، حاجه زي الدي بي ان، اي حاجه ادفانس اصلا مش بيسالني عايزه تعمليها ولا لا. تمام؟ النهارده ان شاء الله اول واخر مره بس هنشوف عندنا السيت اب مود، لكن كل شغلنا بعد كده هيبقى على مين؟ على الكوماند مود. طب ايه الكوماند مود ده بقى؟ لا انت مثلا على سبيل المثال عايز تسمي الراوتر اسم، بقى بايدك كده هتكتب امر يسمي لك الراوتر الاسم ده. عايز تحط باسورد على الراوتر، بايدك كده هتكتب امر تحط باسورد على الراوتر. تمام؟ طيب نقرا بقى كده. اول ما دخلت على راوتر سيسكو بيقول لي would you like to enter the initial configuration dialog yes ولا no. فهمت حاجة؟ مش واضحة صح؟ من الاخر هنتفق مع بعض على حاجة، اسئلة سيسكو بتبقى مش واضحة قوي. هنا بيسألني عايز تدخلي على السيت اب مود ولا لا؟ هنا بيسألني ايه؟ عايز تدخلي على السيت اب مود ولا لا؟ النهاردة زي ما اتفقنا اول واخر مرة هنشوف السيت اب مود، وبعد كده كل شغل هيبقى على الكوماند مود. وبيسألني سؤال yes ولا no. طالما سالني سيسكو بصفه عامه، طالما سالتني سؤال وادتني اجابتين يس ولا نو، يبقى كده مستنيه مني اجابه. زي مثلا هقول له ايه؟ يس. تمام؟ في بعض الاحيان سيسكو بتسالني سؤال وتديني اجابه واحده بس، تديني سجستشن واحد بس، ساعتها تجاوب تقول ايه؟ والله دلوقتي لو انت عايز تجاوب نفس الاجابه اللي هو مديها لك حاجه من الاثنين، يا اما تكتبها له تاني زي ما هي، يا اما تضغط له انتر. يا اما تاني تكتبها له كده زي ما هي بالظبط، يا اما ايه؟ انتر. طبعا لو انت عايز تغير الاجابه بايدك لازم ساعتها
تكتب الإجابة المختلفة. تمام كده؟ طيب هنا بقى زي ما اتفقنا بيقول لي انت عايزة تدخلي على السيت اب مود ولا لا؟ هقول له يس لأول والآخر مرة. انتر. أنا مش فارق معايا دلوقتي إن أنت تبقى فاهم الأسئلة دي، أنا بس إحنا بنشوف شكل السيت اب مود بيبقى عامل إزاي. بيقول لي would you like to enter the basic management setup؟ نو يا عم. انتر. would you like مش عارفة إيه؟ ماشي. طب هنا لو عايزة نو انتر. تمام؟ بيقول لي هنا مثلا السؤال ده بيقول لي حطي لي الهوست نيم. الهوست نيم ده هنشوفه كمان شويه باذن الله، هو طالب مني ان انا احط اسم للراوتر. ومديني سجستشن بيقول لي اسمه لك راوتر. والله لو انا عايزه اسميه سيسكو هسميه سيسكو. طب لو انا كنت عايزه اوافق على الكلمه اللي ما بين قوسين او الاقتراح اللي هو مديهولي ما بين قوسين، قلنا هنعمل ايه؟ يا اما اكتبه تاني زي ما هي يا اما اضغط انتر. طب ضغطت انتر انا كده بقبل الديفولت. سي مثلا انا اقول له لا سمهولي سيسكو انتر. بيقول لي طيب انتر الانيبل سيكرت. لغايه ما ناخد الانيبل سيكرت ان شاء الله هو بيسالني من الاخر كده الباسورد على الراوتر هيبقى ايه. طب انا مش عايز احط باسورد على الراوتر، يبقى هعمل ايه؟ انتر. انتر. ده ايه الرخامه دي؟ لا يبقى نو. انا لو كتبت نو يبقى انا كده بحط باسورد كوميتها نو. ده من ضمن عيوب السيت اب مود، ان في بعض الاسئله بيسالها لي غصب عني بيجبرني ان انا اجاوبها. انا مش عايزه احط باسورد على الراوتر، لكن هنا بيجبرني ايه؟ ان انا احط باسورد على الراوتر. تمام؟ يبقى تاني كده عيوب السيت اب مود في ايه؟ اول حاجه هو عباره عن سيريس اوف فيتشرز، مجموعه كبيره من الاسئله. لو انا غلطت في اي سؤال هضطر ان انا اعيد من اول وجديد. تمام؟ المود ده مخصص للبيجنرز. ليه البيجنرز؟ عشان في حاجات ادفانسد مش بيسالني عنها. تمام؟ في بعض الاحيان بيجبرني ان انا اجاوب اسئله انا مش عايزه اجاوبها. تمام؟ عشان كده ده مش ريكومندد خالص ان احنا نشتغل بيه. دي كده اول واخر مره نتفرج على السيت اب مود. انا عايزه كل شغلي يبقى على مين؟ ها؟ على الكومن مود. طب طالما انا عايزه اشتغل على الكومن مود من اولها كده لما كنت عايزه ادخل على الراوتر كنت اقول له يس ولا نو؟ نو. طب انا اتدبست وخلاص وقلت له يس ودخلت على السيت اب مود، خلاص كده مش هعرف ادخل تاني على الكومن مود؟ قال لك لا، في طريقه فعلا بتدخلني من السيت اب مود على الكومن مود. ايه هي؟ ان على الكيبورد كده هقول له كنترول سي. من على الكيبورد هضغط ايه؟ كنترول سي دخلني على الكومن مود. وفي طريقه برضو بتدخلني من الكومن مود على السيت اب مود، بس مش هاخدها دلوقتي، في اخر الجزء ده باذن الله، لاني لسه اصلا ما اتعلمتش ازاي اتعامل مع الكومن مود. تمام؟ يبقى تاني من اولها كده كنت اقول له نو، او طالما كده كده انا دبست قلت له هنا ايه؟ كنترول سي. صوت السنه دي هيطلع برضه في المكان. تمام؟ طيب ده اللي انا عايزه اشرحه بقى دلوقتي. راوتر مودز. ايه راوتر مودز ده بقى؟ انا دلوقتي لو جيت هنا فتحت السي ام دي وكتبت هنا الاوامر بتاعتي، البرومبت ده كده او العلامه دي كده بنسميها برومبت، بنسميها ايه؟ برومبت. وبكتب هنا الاوامر بتاعتي. تمام؟ طيب في سيسكو بقى مفيش شكل واحد لاشكال البرومبت، في اربع اشكال رئيسيه لاشكال البرومبت دي. بنسميها الراوتر مودز، بنسميها ايه؟ الراوتر مودز. اول مود عندي اليوزر مود، وبالمناسبه كل مود وليه اوامره، ما ينفعش ان يبقى فيه مثلا اوامر في مود معين تحاول تكتبها في مود تاني الا في بعض الاستثناءات البسيطه طول ما احنا ماشيين هنشوفها باذن الله. تمام؟ اول مود اليوزر مود، شكل البرومبت بيبقى عامل ازاي؟ اسم الراوتر وبعد كده علامه الاكبر من، وهنا بقى بكتب ايه؟ الاوامر بتاعتي. اوامر زي مين؟ كاكزامبل مثلا زي البنك، ممكن ان انا مثلا هنا ابنك، ممكن هنا مثلا ان انا اتل نت. لا لا كونفيجريشن. تمام؟ ممكن هنا ابنج، ممكن هنا اتل نت. تمام؟ طيب المود اللي بعديه اللي هو انيبل مود، او ساعات برضو بنسميه بريفليج مود، او برضو ساعات بنسميه اكزيك مود. هو الدارج قوي اللي مشهور قوي انيبل مود، وبالمناسبه صحيح في بعض الاحيان يقول لك في اليوزر مود ساعات يسميه يوزر بريفليج، ساعات يسميه يوزر اكزيك.
ايا كان، طالما لقيت فيه كلمه يوزر يبقى هما كده معروف ان انت بتتكلم عن اليوزر مود. ده شكل المود بيبقى عامل ازاي، او شكل البرومبت بيبقى عامل ازاي، اسم الراوتر وبعد كده علامه الهاش، وجنب علامه الهاش بتبدا ان انت تكتب الاوامر بتاعتك. اوامر زي مين؟ تبدا الاوامر تقوى بقى. على سبيل المثال في المود ده انا ممكن اعمل مثلا ريلود للراوتر، تمام. طيب المود اللي بعديه اشوف، صح تمام. المود اللي بعديه configuration مود، او برضو بنسميه global مود. وده شكل البرومبت، بيبقى اسم الراوتر وبعد كده بين قوسين config وبعد كده علامة الهاش، وبرضو هنا ببدأ ان انا اكتب الاوامر بتاعتي، تمام. المود اللي بعديه sub configuration مود، وده مش هديك ليه دلوقتي شكل برومبت معين. ليه؟ الكونفيجريشن مود من اسمه، المود ده انا بعمل بيه ايه؟ كونفيجريشن على الراوتر. طب وده برضو بعمل بيه كونفيجريشن على الراوتر. امال يفرق ايه المود ده عن المود ده؟ قال لك الكونفيجريشن مود انا بعمل بيه كونفيجريشن جلوبالي على مستوى الراوتر ككل، لكن هنا انا بعمل بيه كونفيجريشن على جزء معين من الراوتر. يعني مثلا يعني ايه اللي انا قلته ده؟ على سبيل المثال الراوتر دي مثلا مجموعه من الانترفيسز، تمام. الراوتر ككل ليه هوست نيم واحد بس، احنا قلنا هوست نيم يعني ايه؟ اسم الراوتر، تمام. الراوتر ككل ليه اسم واحد بس، لكن كل انترفيس من الراوتر ليه اي بي. ما احنا قلنا قبل كده ان الوظيفه الرئيسيه للراوتر ايه؟ انه بيربط نتوركس مختلفه، شبكات مختلفه، تمام. يبقى كل انترفيس على الراوتر هيبقى له اي بي مختلف. مفيش حاجه اسمها ان الراوتر ككل ليه اي بي، لكن كل انترفيس على الراوتر هيبقى له اي بي. يبقى انا دلوقتي لما احب ان انا اغير الهوست نيم بتاع الراوتر، اسم الراوتر، يتعمل في انهي مود؟ جلوبال مود ولا سب كونفيجريشن مود؟ كونفيجريشن مود الجلوبال. ليه؟ لان الراوتر ككل دي اسم واحد بس، تمام. لكن لما احب ان انا اغير الاي بي بتاع الراوتر، احنا لسه قايلين ان مفيش حاجه اسمها ان الراوتر ككل دي اي بي، لكن كل انترفيس دي اي بي، صح. يبقى دلوقتي لما احب اغير الاي بي بتاع الراوتر احطه فين؟ في السب كونفيجريشن مود. واضح كده؟ يبقى تاني ايه الفرق ما بين الكونفيجريشن مود والسب كونفيجريشن مود؟ الاثنين بستخدمهم عشان اعمل كونفيجريشن للراوتر. الفرق ان الكونفيجريشن مود بعمل بيه كونفيجريشن جلوبالي بتطبق على الراوتر ككل، لكن السب كونفيجريشن مود انا بعمل بيه كونفيجريشن بتطبق على جزئيه معينه من الراوتر. تمام كده؟ طب ليه ما ادتلكش دلوقتي شكل برومبت معين ليه؟ لان زي ما بقول لك الراوتر دي كومبوننت كتيره جدا، ليه اجزاء كتيره جدا، وكل جزء ليه امر بدخل بيه وليه شكل برومبت خاص بيه. طول ما احنا ماشيين هنشوف اشكال كتير جدا، تمام. عايزه دلوقتي بقى اتعلم ازاي ان انا اتنقل ما بين المود. اولا كده انا في انهي مود؟ اليوزر مود. عايزه ادخل على المود اللي بعديه اللي هو الانيبل، سيمبلي هقول له انيبل، تمام. طيب عايز ادخل بعد كده على المود اللي بعديه اللي هو الكونفيجريشن مود، سيمبلي هقول له كونفيجر تيرمينال. كونفيجر ايه؟ تيرمينال. لقيت نفسي دخلت فعلا تحت الكونفيجريشن مود، تمام. طيب نشوف كده اللي احنا اخدناه لغايه دلوقتي. انا عندي اليوزر مود، تحتيه انيبل، تحتيه كونفيجريشن، تحتيه سب كونفيجريشن. يوزر انيبل كونفيجريشن سب كونفيجريشن. قلنا تاني لو انا عايزه اتنقل من اليوزر مود للانيبل مود ومن الانيبل مود للكونفيجريشن مود، سمبلي هنا قلت له ايه؟ انيبل. سمبلي هنا قلت له كونفيجر ترمينال، تمام. بصفه عامه بقى لو انا في اي مود عايزه اطلع على المود اللي قبليه بقول له اكزيت. بقول له ايه؟ لا كنترول سي بيطلعني على الانيبل، بس ساعتها ما بيطبقش الامر، حاجه ثانيه، تمام. سمبلي لو انا عايزه اطلع على اي مود من اي مود للمود اللي قبليه ان شاء الله حتى من السب كونفيجريشن للكونفيجريشن بقول له ايه تاني؟ اكزيت، ما عدا من الانيبل لليوزر. ليه بقى؟ قال لك اصل انا دلوقتي وانا داخله من اليوزر للانيبل قلت له انيبل، يبقى لو انا عايز اطلع من الانيبل لليوزر هقول له ديس ايبل.
ليه ما بكتبش اكزت؟ قال لك اصل انا لو كتبت اكزت دلوقتي وانا في الانيبل هيطيرني بره الراوتر خالص. هيطيرني ايه؟ بره الراوتر خالص. يعني ايه؟ نمسك هنا كده الاول. انا دلوقتي فين؟ سب كونفيجريشن مود، سوري في كونفيجريشن مود، تمام؟ عايز اطلع على المود اللي قبليه سمبلي هقول له اكزت. عايز اطلع على المود اللي قبليه هقول له ديس ايبل. طب عايز ادخل تاني انيبل. طب وانا في الانيبل مود لو قلت له اكزت طيرني فعلا بره الراوتر خالص. وقال لي هنا بريس ريتيرن تو جيت ستارتد. ايه ريتيرن دي؟ من الاخر بيقول لي اضغطي انتر عشان تدخلي. امال اللي كاتبينها ريتيرن؟ كل اللي فيها ان سيسكو شركه قديمه قوي ايام الاجهزه زمان، لما كان هنا زرار الانتر ما كانش بيبقى مكتوب عليه انتر، كان بيبقى مكتوب عليه ريتيرن. تمام؟ مش اوكي انتر. ايه ده؟ ده انتر دخلني. كان الناس تقول لي طب ايه المشكله؟ هقول له اكزت وانتر دخلني. ما احنا لسه ما اتعلمناش ازاي احط باسورد على الراوتر. بمجرد ما احط باسورد على الراوتر لو انا طلعت من الراوتر خالص وجيت ادخل تاني هيطلب مني الباسورد. مش حدوده بقى كل شويه كل ما اجي اطلع اجي ادخل تاني يطلب مني الباسورد. تمام؟ لغايه دلوقتي في مشاكل؟ تمام. الدنيا بدات توسع شويه في الاول واحنا لسه بنقول يا هادي. سيسكو عارفه كويس قوي ان اعتمادها في الاول وفي الاخر على الاوامر، عشان كده بدات تحاول ان هي يعني تبسط الاوامر شويه وتحط فيها هيلب فاسيلتيز عوامل مساعده. على سبيل المثال انا دلوقتي في انهي مود؟ في اليوزر مود. لو عايز ادخل على الانيبل مود بقول له ايه؟ انيبل. طب لو انا قلت له اي ان وضغطت تاب كملها، يبقى اول هيلب فاسيلتي عندي ان التاب بيكمل الامر. تاني كده اول هيلب فاسيلتي عندي ان التاب ايه ده؟ ما كملهوش المره دي صح؟ تاني هيلب فاسيلتي عندي علامه الاستفهام. لما انا استخدمت دلوقتي علامه الاستفهام قال لي اصل بصي انت عندك كذا امر بدايتهم ايه؟ انت تقصدي اي ان ام ولا انيبل ولا ايثرنت ولا اكزت؟ انت تقصدي ايه؟ فكان لازم اديله عدد حروف يفهمه انا اقصده. تمام؟ فلو قلت له هنا اي ان في عندي اي امر اوله اي ان غير انيبل يبقى ساعتها التاب هيكملها ولا لا؟ تمام؟ طب ايه رايك؟ اساسا لو اديت له عدد حروف بس كده يفهمه انا اقصد ايه وانتر هينفذ الامر. مش شرط حتى ان انا اضغط تاب. تمام؟ يبقى تاني التاب بيكمل الامر بشرط ان انا اكون اديت له عدد حروف الاي او اس بتاعي يقدر يدفرنشيت يفرق ما بين الاوامر المختلفه عن طريق الحروف دي. تاني هيلب فاسيلتي علامه الاستفهام. تالت هيلب فاسيلتي ان انا مش شرط ان انا اكون كتبت الامر بالكامل ولا حتى عن طريق التاب، طالما اديت له عدد حروف يفهمه انا اقصد ايه انتر هينفذ الامر على طول. تمام كده؟ تمام. طيب كون انا دلوقتي فين؟ في الانيبل مود صح؟ عايز ادخل على الكونفجريشن مود. كان الامر بتاعي كان ايه؟ الفيجر ترمينال امر طويل كده صح؟ انا مش عايزه احفظه. تمام؟ في فرق بقى لو انا لزقت علامه الاستفهام في الامر قال لي انت عندك كونفجر وكونكت. طب لو قلت له سي او ان اف انا كده قدرت ان انا ادفرنشيت ما بين الاثنين ولا لا؟ علامه الاستفهام قال لي ما عندكيش اي حاجه بدايتها كونف الا كونفجر. لكن لو انا اديت له مسافه علامه استفهام دي الاوبشنز بتاعه الامر. يبقى معنى كده ان كل امر ممكن يبقى له اوبشنز. من ضمن الاوبشنز اللي انا انترستد فيها دلوقتي اوبشن اسمه ايه؟ تيرمينال. طب بدايته تي. في عندي اي اوبشن بدايته تي غير تيرمينال؟ طب لو انا قلت له كونف تي انتر فعلا فهم الامر ونفذه ولا لا؟ يبقى انا مش شرط ان انا اقول له الامر الطويل ده كونفيجر مسافه تيرمينال، كونف تي وخلاص نفذ الامر. تمام. طيب عايز اطلع وان ليفل اب، اتفقنا تاني ان هعمل ايه؟ اكزت. تمام؟ الا من الانيبل لليوزر هكتب ديسيبل. اليوزر الانيبل مو تحتوي كتير جدا فوق ما تتخيل. في امر من ضمن الاوامر اسمه شو. ايه شو ده؟ بقعد اعمل كونفجريشن واطلع على الانيبل مود اقول له شو يوريني التاثير اللي انا عملته، وارجع تاني اكمل كونفجريشن واطلع تاني على الانيبل اقول له شو. خصوصا كمان ان السب كونفجريشن ممكن يكون تحتيه سب والسب اللي تحتيه تحتيه سب، يعني ممكن اكون كذا ليفل تحت مش ليفل واحد بس، لا ده كذا ليفل تحت السب.
طب لو انا عايز اطلع على الايه بنقعد اقول له اكزت 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 عشان ان انا اشوف وبعد كده ارجع تاني اكمل كونفيجريشن. فقال لك في طريقه بقى تطلعني من اي مود تحت تطلعني على الانيبل دايركت. تمام. بالمناسبه وانا نازله لازم انزل بالترتيب من اليوزر للسب كونفيجريشن، لازم انزل بالترتيب. لكن في الاتجاه العكسي في عندي طريقه تطلعني على الانيبل دايركت. ايه هي؟ ان انا اقول له يا اما انت او كنترول زد، يا اما انت يا اما ايه كنترول زد. يعني انا هنا دلوقتي كده لو قلت له انت طلعني فعلا على الايميل. طب نجرب كده كنترول زد. كنترول زد طلعني فعلا على الايميل. علامه الكاروت زد ده معناه ان انا فعلا طلعت على مين او ان انا ضغطت على الكيبورد على كنترول زد. تمام كده. طيب كنا قلنا برضو ان علامه الاستفهام عندي بتوريني كل الاوامر. طب لو انا ضغطت علامه الاستفهام من غير اي حرف ده هيوريني كل الاوامر اللي موجوده في المود ده. يعني هنا على سبيل المثال اكسس ده الامر، اكسس انيبل وده وصف الامر، اركايف وده وصف الامر. تمام. وفي تحت بيقول لي ايه مور. مور يعني ايه؟ ستيل في اوامر ثانيه. اعرض الاوامر الثانيه دي ازاي؟ يا اما بانتر بيديني امر انتر يديني ايه امر سبيس يجيب لي صفحه. تمام. تاني علامه الاستفهام بيديني كل الاوامر اللي موجوده في المود ده. انتر يديني امر سبيس يديني صفحه. طب انا خلاص لقيت الامر اللي انا شوف ان كده داير هنا ازاي، لقيت هنا مثلا الامر اللي انا انترستد فيه. تمام. وعايز اطلع على البرومبت بتاعي بقى كده ممكن ممكن تكاري الدايركتوري جوه الفيش. مش بقول لك دست على الكرنل بتاع لينكس، هتلاقي هنا حاجات متشابهه كتيره جدا في اللي احنا اخدناه. تمام. احنا لسه ما اخدناش الامر ده في الميل صح، عن طريقه بتعمل تشيك على الفايل سيستم لسه ما اخدناهوش. تمام. المهم تاني انا لقيت دلوقتي الامر اللي انا انترستد فيه مور، خدنا مور وبيعرض لي محتويات الملف اهو موجود اهو. تمام. المهم لقيت تاني الامر اللي انا انترستد فيه، عايز اطلع البرومبت بتاعي، بضغط على الكيبورد على كيو. كيو ما بيكملش بقيه الاوامر بقى، لا كويت طلعني عشان اكمل كتابه بقى واشتغل تاني. او كنترول سي ممكن، بس كنترول سي بلاش، ما بفضلش كنترول سي. يعني ليه؟ بص كده سي دلوقتي ان انا هنا بعمل كونفيجريشن، بعمل اي حاجه مثلا وقلت له كنترول سي، انا لسه ما ضغطتش انتر ولا اي حاجه كنترول سي، ما بينفذش الامر وبيطلعني على الانيبل مود. فعشان كده انا مش بحب كنترول سي في المواقف دي يعني. تمام. ليه هيطلع؟ افرض ان انا كنت هنا في الكونفيجريشن مود تمام واستخدمت الهيلب وقلت له كنترول سي، لو قلتها له تاني طلعني على الانيبل. طيب ليه وجع القلب؟ تمام. هي كيو على طول بيعمل ايه؟ كود. تمام كده. طيب من ضمن الاوامر اللي كانت موجوده في الانيبل مود كان في امر اسمه شو. طبعا شو لو انا لزقت فيها علامه الاستفهام قال لي ما فيش عندي ولا امر بريتو اس اتش او دبليو الا شو. طب لو انا اديت له مسافه علامه استفهام، مش احنا اتفقنا ان كل كوماند بيبقى ليه اوبشن صح؟ دي كل الاوبشنز بتاعت شو. ادي صفحه الثانيه الثالثه الرابعه خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، تسع صفحات من لأوبشن واحد، لأمر واحد بس اللي هو ايه؟ شو. تمام. من ضمن الأوبشنز مثلا على سبيل المثال كان في اي بي. طب اي بي ذات نفسه لو استخدمت الهيلب، هذه صفحة من الأوامر الثانية الثالثة، ثلاث صفحات من الأوبشنز الأوبشن. طب من ضمنهم كان في انترفيس، لو استخدمت الهيلب واو. كان من ضمن الاوبشنز بريف، تمام لو استخدمت الهيلب. شفت اقصد ايه؟ يعني معنى كده ان انا عندي ايه؟ اوامر طويله جدا، يستحيل احفظ الاوامر دي، هي ملايين الاوامر على سيسكو حرفيا.
تمام. طبعا لو ضغطت انتر الامر ده اتنفذ، انا مش انترستد دلوقتي في الاوت بوت ده خالص، مش فارق معايا الاوت بوت ده خالص. هو بيجيب لي الايباد اللي على البورتس اللي عندي. الامر ده هنشوفه بالتفصيل النمري. تمام. طيب السهم اللي فوق بيعرض السهم فوق وسهم تحت بيعرض لي اخر اوامر انا كتبتها زي الدوس بالظبط وزي لينكس بالظبط. تمام. لو انا قلت له كنترول اي بيجيب لي المؤشر في اول السطر، لو قلت له كنترول اي بيجيب لي المؤشر في اخر السطر. في سيسكو في لينكس بص هتذكر كنترول اي بيجيب لي المؤشر في اول السطر، كنترول اي بيجيب لي المؤشر في اخر السطر. تمام. طب لو انا جبت له المؤشر في اول السطر واديت له اكسكليميشن مارك، اكسكليميشن مارك معناه ان السطر ده كومنت يعني ما تنفذوش. يبقى الاكسكليميشن مارك ده معنى ايه؟ السطر ده مش تبص له مش تنفذه. تمام. تمام كده. طيب ناخد بقى شويه اكزامبلز الاوامر بسيطه كده على سبيل المثال. ايه شو مارك ادريس او الاي بي تيبل الراوتنج تيبل؟ لا اول امر هناخده دلوقتي مع بعض شو هيستوري. شو ايه هيستوري؟ شو هيستوري بيجيب لي اخر اوامر انا كنت كتبتها في الانيبل مود. تمام. في عندي كمان شو كلوك. ايه شو كلوك ده؟ بيجيب لي الساعه بتاعه الراوتر. تمام. الساعه دي مظبوطه 2017 وبيقول لي دلوقتي الساعه 13 ده التوقيت اللي هو الميلتري، التوقيت العسكري اللي هو توقيت 24 اورز مش الاي ام والبي ام. سيسكو ما بتتعاملش الا بالميلتري امر. تمام. قال لي الساعه 13 يعني الساعه 1 الظهر 38 49 ثانيه حتى اجزاء الثانيه بيجيبها توقيت اليونيفرسال تيوزداي فبراير 28 2017. زي ما انا دلوقتي جهاز الكمبيوتر انا بشتريه الساعه بتاعته بتبقى مش متظبطه وانا اللي بدخل جوه البايوس او بعد ما انزل الويندوز انا اللي بظبطه، نفس الكلام بالظبط الراوتر لما بيجي لي بتبقى الساعه عليه مش متظبطه وانا اللي بظبطها. طبعا الساعه دي من اخر مره انا شرحت عليها يعني على الراوتر. تمام. فانا دلوقتي الساعه مش متظبطه عايزه اتعلم ازاي ان انا اظبط الساعه. في حاجه بقى الامر اللي انا بظبط بيه الساعه هو في الانيبل مود مش في الكونفيجريشن، رغم ان انت هتقول لي المفروض دي حاجه بتبقى جوه الكونفيجريشن. لا في بعض الاستثناءات على سبيل المثال ده ليه؟ لانه بيكتب جوه البايوس مباشره او هو ما اسمهوش بايوس بقى قدام هنعرف اسمه ايه. تمام. المهم ان ده امر من ضمن الاستثناءات اللي موجود عندي عشان اظبط الساعه الامر بتاع الساعه في الانيبل مود. انا هفترض ان انا مش حافظه الامر هو امر طويل كده وهفترض ان انا مش حافظاه بس انا عارفه ان بدايته كلوك. الحاجه الوحيده اللي انا عارفاها هي بدايته ايه؟ كلوك. اكزامبل بقى عشان ازاي اتعلم ازاي ان انا استخدم الهيلب هقول له هنا ايه؟ ها علامه استفهام. جاب لي كذا اوبشن قال لي من ضمن الاوبشنز هنا اوبشن اسمه ست. ست هيعمل ايه؟ هيست ذا تايم اند ديت. يبقى هو ده فعلا الاوبشن اللي انا انترستد فيه. طب انا مش حافظه بقيه الامر اقول له ايه؟ علامه استفهام. قال لي اكتبي لي الكرنت تايم بالمنظر ده hours minutes seconds. الساعه دلوقتي كام؟ 13 الساعه 1 الساعه 13. تمام. قولون هخليها مثلا 15 على ما تكون الساعه دلوقتي 13 هخليها مثلا ربع على ما اكون خلصت شرح. تمام. قولون ها في مثلا 30 ثانيه ها مش حافظه بقيه الامر اقول له ايه؟ علامه استفهام. قال لي قدامك حاجه من الاثنين تكتبيه يا اما الدي اوف ذا مانث اليوم بتاع المانث او تكتبي لي المانث. خلينا نمسك واحده واحده. الدي اوف ذا مانث النهارده ايه؟ خمستاشر. تمام. لو استخدمت الهيلب طلب مني المره دي ايه؟ بس ثانيه واحده بقى قبل كده لما طلب مني كلمه ست كانت حروف سمول المره دي مانث حروف ايه؟ يفرق ايه بقى عن بعضه؟ قال لك لما بيطلب مني حاجه حروف سمول يبقى ده اوبشن ينزل زي ما هو، لكن لما تكون حروف كابيتال يبقى بيقول لك هنا ما تكتبش كلمه مانس اكتب الفاريبل بتاع مانس المتغير بتاع مانس. احنا النهارده ايه؟ سبتمبر 3 كاركتر تكتبه في 3 كاركتر كفايه. تمام. مسافه اعمل ايه؟ بص لو ضغطت انتر كده انكمبليت كومنت ما قبلوش. طب استخدم السهم تاني علامة استفهام لقيت فعلا لسه طالب مني ايه؟ يناير 2016 مسافة ها
علامة استفهام. لقيت المرة دي مديني اوبشن اسمه سي ار، سي ار كريت، سي ار ايه؟ كريت. كريت يعني ايه؟ يعني اقدر دلوقتي اضغط انتر، اقدر دلوقتي ايه؟ اضغط انتر. تمام؟ اول لما ضغطت انتر طلع لي رسالة كده على الشاشة قدامي بيقول لي system clock has been updated from كذا to كذا. صح؟ فعلا لو قلت له دلوقتي شو كلوك، انا كنت مخليها 30 ثانية، بدأ فعلا ايه؟ يعد اهو، بدأ يثبت. تاني اهو كلوك، ها؟ عادي خلاص؟ خلاص تمام. عايز ارجع بقى للرسالة اللي طلعت لي دي. ايه الرسالة دي؟ بنسميها سيس لوج، اختصار سيستم لوج. ايه سيستم لوج دي؟ اي سيستم في الدنيا لما يكون عنده حاجة عايز يعرفها لك بيصيرها لك على هيئة لوجز. بمعنى ابسط اكزامبل، لما انت دلوقتي بتمسك الموبايل بتاعك مش بتلاقي فيه جزء لوجز، تدخل عليه فلان الفلاني يتصل بيك، انت بعت رسالة لفلان الفلاني، يبقى كلمة لوج بصفة عامة معناها ايه؟ السيستم بيحاول يقول لك معلومة. كاكزامبل مثلا لو جيت هنا اشوف اللوجز على مايكروسوفت، مايكروسوفت بتسرع عندي هنا فين؟ كليك يمين على ماي كمبيوتر مانج، بتسرع هنا تحت ايفنت فيور. مايكروسوفت منظمة في اللوجز بتاعتها، مقسماها لحاجة اسمها كاتيجوريز، كاتيجوري للابلكيشنز، كاتيجوري للسكيورتي. تمام؟ فلو دخلت مثلا على الابلكيشنز لسه بيكولكت اللوجز، هيقول لي مثلا وانت بتنستول سوفت وير دي كلها انفورميشن عادية، عندك ايرور، دبل كليك على الايرور وتقرا الايرور ده كان مشكلته ايه. تمام؟ الجزء مثلا بتاع السكيورتي لو دخلت عليه هيقول لك فلان الفلاني عمل لوجن على السيستم صح الساعة كام. تمام كده؟ يبقى مايكروسوفت بتجمع اللوجز فين؟ في الايفنت فيور. سيسكو بقى باي ديفولت بتجمع اللوجز عندي كلها على الشاشة دي. تمام؟ اللي هي شاشة ايه؟ الكونس. يبقى تاني سيسكو باي ديفولت اللوجز بتاعتها بتصرف فين؟ على الكونسول. هي اسمها سيس لوج، بتصر فين باي ديفولت؟ على الكونسول. لانه قدام قوي 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 في اخر كورس بتاعنا ان شاء الله هنتعلم ازاي ان انا ممكن ان انا اجمع اللوجز دي وارميها على السيرفر بعيد. ليه؟ اصل انت مش ليل نهار فتح شاشه الكونسول بتاع الراوتر وقاعد قدامي. صح؟ لكن لما يحصل اي مشكله على الراوتر، على سبيل المثال الانترفيس وقع، شبكه وقعت، شبكه قامت، حد بيعمل هاكينج عليك، كل ده هيأثر على هيئه لوجز. انت مش فاتح الكونسول من النهار، لكن لو جمعت اللوجز دي كلها على سيرفر، وقت ما يحصل اي مصيبه عندك على الراوتر هتكونكت على السيرفر وتشوف ايه اللي كان بيحصل عندك. تمام كده؟ طيب ناخد امر كده كمان بسيط. زي ايه؟ لو انا حبيت ان انا اغير اسم الراوتر فين؟ في انهي مود؟ زي ما اتفقنا كونفيجريشن مود، هقول له هوست نيم سي مثلا، هسمي الراوتر بتاعي سيسكو. ايه اللي حصل؟ اول لما ضغطت انتر فعلا لقيت هنا اسم الراوتر اتغير. عشان كده لما كنت بشرح ما كنتش بقول هنا كلمه الراوتر وعلامه اكبر من كلمه الراوتر وعلامه الهاش، لا انا كنت بقول اسم الراوتر علامه الاكبر من اسم الراوتر علامه الهاش. يبقى معنى كده ان الكلمه الاولانيه دي ايه؟ اسم الراوتر. وانا بشرح في النوت، مش انا كنت بقول لك اليوزر مود شكله عامل ازاي؟ اسم الراوتر علامه اكبر من اسم الراوتر علامه الهاش. تمام. تايه مني كده في حاجة؟ يبقى اتعلمنا برضو ازاي ان انا اغير اسم الراوتر. تمام؟ ناخد دلوقتي بقى شوية اوامر كده بسيطة وبعد كده نشوف انت هتطبق الكلام ده ازاي. بعيد عن الجي ان اس، لسه مش هناخد الجي ان اس دلوقتي، اوكي؟ اي راوتر انا عادة بدخل عليه في ثلاث اوامر تك 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 دايما متعودة ان انا بكتبهم عليه. ايه هما؟ اول حاجة انا دلوقتي داخلة على الراوتر عن طريق ايه؟ كابل الكونسول. هي في طرق تانية بدخل بيها على الراوتر؟ اه، ممكن اكونكت عن الراوتر عن طريق التلنت، هنشوف الكلام ده قدام في محاضرة كاملة ان شاء الله ازاي. ممكن اكونكت على الراوتر عن طريق براوزر، على فكرة عن طريق بروتوكول HTTP. اللي اقصده ان في كذا طريقة بكونكت بيها على الراوتر. انا دلوقتي كونكت على الراوتر ازاي؟ عن طريق كاب الكونسول. تمام؟ لو انا دلوقتي فضلت ايدل ما بلمسش الكيبورد لفتره وقمنا مثلا نعمل نسكافيه ولا حاجه ورجعنا تاني، هلاقي الراوتر طلع خالص بالمنظر ده.
هلاقي الراوتر طلع كده. بعد قد ايه؟ بعد 5 دقايق باي ديفولت، او على حسب الموديل. في بعض الموديلات بعد 5 دقايق باي ديفولت، في بعض الموديلات بعد 10 دقايق باي ديفولت. يبقى هو كده طلعني منين؟ من صفحه الراوتر. ليه؟ هم عاملينها كنوع من انواع السكيورتي. يعني انا دلوقتي مثلا في المكتب وعماله اشتغل كونفيجريشن، وجالي تليفون واخدت الموبايل وطلعت بره، انت قاعد على المكتب اللي جنبي عينك عليا، هي طلعت بره وطولت مش شايفاني، تروح جاي على الراوتر بتاعي وتفضل تلعب فيه، او تعمل شو تشوف كل الكونفيجريشن بتاعتي، مش كده ولا لا؟ فانا عايزه لو انا طولت بره شويه زي السكرين سيفر، ممكن اشبهها بالسكرين سيفر كده. ما السكرين سيفر مجرد ما حد يجي يهز الماوس، انا ساعتها ممكن اكونفيجر السكرين سيفر ان ساعتها يطلب منك بس انت عشان تدخل تاني، اتعمل لوك اوت عشان لما تيجي تدخل، او اتعمل لوك، بلاش لوك اوت، لوك للسكرين عشان لما تيجي تدخل تاني يطلب منك ايه بس. زي في لينكس لما كنا لما كنت مثلا بطول شويه في الشرح، اجي ادخل الاقيه طلعني بكتب الباسورد تاني عشان ادخل، كان عامل سكيورتي. تمام؟ تاني لغايه دلوقتي في حاجه، التايمر ده زي ما اتفقنا لو انا فضلت ايدل ما بلمسش الكيبورد لمده قد ايه؟ الموديل اللي جنبي ده 5 دقايق، لو فضلت 5 دقايق باي ديفولت ما بلمسش الكيبورد نهائي، ما بكتبش حاجه على الراوتر، بيطلع لي بعد 5 دقايق. تمام؟ الفكره تاني ان انا بقول لك ان في كذا طريقه بكونكت بيها على الراوتر، ممكن اكونكت على الراوتر عن طريق الكونسول، وممكن برضو اكونكت على الراوتر عن طريق التلنت. التايمر ده انا ممكن اخليه مثلا قيمه معينه وانا داخل على الراوتر عن طريق الكونسول، لكن قيمه تانية خالص وانا كونكتد على الراوتر عن طريق التلنت. تمام؟ طب ايه رايك السكيورتي بتقول ايه؟ اعلي التايمر ده ولا اقلله؟ أقلل، بس في نفس الوقت ما اقللش قوي قوي لدرجه ان انا اخنق على نفسي. يعني كان في زمان سؤال في التي شوت، في ماده التي شوت في السي سي ان دي، يقول لك مثلا ان واحد خلى التايمر ده بثانيه، وحصلت معايا قبل كده بشرح مره والناس بتطبق، لقيت واحد بيطبق وخلاها ثانيه، انا شغاله وده عمال يضغط، ايه يا ابني في ايه؟ اصل انا خليت التايمر بثانيه. تمام؟ ما تقللوش قوي قوي لدرجه ان انت تخنق على نفسك. امال تخليه في رينج قد ايه؟ والله انا لما كنت كونكتد على الراوتر عن طريق كابل كونسول، يعني معنى كده ان انا في اوضه السيرفرات، ما انا الكابل شوف عامل ازاي، يعني معنى كده ان مني للراوتر على طول، صح؟ يعني انا في اوضه السيرفرات. طبعا اوضه السيرفرات اول حاجه بنهتم بيها الفيزيكال سيكيورتي، ده انا قاعده جوه وقافله على نفس الباب، فما فيش مشكله ان انا اخلي التايمر ده مثلا على سبيل المثال 5 دقايق. لكن لو انا كونكتد عن طريق التلنت، ده انا قاعده في مكتبي بعيد عن الراوتر وداخله على الراوتر عن طريق التلنت من بعيد. طبعا طالما وانا في مكتبي ممكن المكان اللي انا اللي حواليا الانفايرمنت اللي حواليا ما تكونش نفس السكيورتي، نفس الليفل بتاع السكيورتي لو انا كنت في اوضه السفره، فممكن اخلي التايمر وانا داخله عن طريق التلنت 2 مثلا، فليور اعلى من السكيورتي. تمام؟ يبقى اللي اقصده هنا ان التايمر ده مش حاجه ثابته على الراوتر ككل، ده انا ممكن اغير التايمر ده على الكونسول وممكن اغيره على التلنت. يبقى معنى كده اني لما احب اعمل كونفيجريشن للتايمر ده يتعمل في انهي مود؟ في الكونفيجريشن جلوبال مود ولا السب كونفيجريشن؟ سب كونفيجريشن، عشان انا بقول لك تاني لو انا كونكتد على الراوتر بالكونسول ممكن اخليه بقيمه، كونكتد على التلنت بقيمه ثانيه، يبقى ده سب. جزئيه الكونسول بتايمر، جزئيه التلنت بتايمر ثاني. فهمت اقصد ايه؟ تمام؟ وده اللي انا عايزه اتعلمه دلوقتي. عايزه دلوقتي نتعلم ازاي ادخل على السب كونفجريشن مود، او للدقه اول سب كونفجريشن مود اللي هو مين؟ هدخل تحت اللاين كونسول لاين ايه؟ كونسول انت. انا دلوقتي دخلت على جزئيه الكونسول عشان اغير التايمر اللي قلت لك عليه. بالامر ده انا كده فعلا دخلت تحت اول سب كونفيجريشن مود، نشوفه مع بعض. كونفيج داش لاين، في كذا شكل للبرومبت، اشكال كتيره جدا 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 فوق ما تتخيل، ده اول شكل بنشوفه مع بعض، وده اول سب كونفيجريشن مود بنشوفه مع بعض. تمام؟ نقرا تاني كده الامر ونفهمه. لاين دخلني على الكونسول اللي رقمه 0. سيسكو دايما بتعد ابتداء من الزيرو، اول راوتر او اول كونسول على الراوتر 0. لو الراوتر كان عليه كونسول تاني هيبقى ليه رقم 1. هو اساسا كل الراوترز اللي انا شفتها في حياتي ليها كونسول واحد بس، فدايما بياخد رقم تاني 0. يعني ما كانش ينفع ان انا اقول له لاين كونسول بس، كان هيديني ايرور، كان هيديني انكمبليت كوماند، لازم رقم ايه؟ 0. تمام كده؟
طيب امال ليه حاطين لي يعني امتى الاقيها مثلا ماي كونسول 1؟ ده في حاجات تانية خالص بقى تكنولوجي، على سبيل المثال ستيكابل، ممكن اجمع اكتر من راوتر واتعامل معاهم كانهم راوتر واحد، وكل راوتر هيبقى له كونسول، فانا ساعتها داخله على الكونسول بتاع انهي راوتر فيهم. بغض النظر عن الكلام ده كله، قلنا تاني ان سيسكو دايما بتبدا ترقم ابتداء من تمام. وهنا هتثبت بقى التايمر بتاعك، هتقول له ايه؟ اكزيك داش تايم اوت مسافه، وتحط التايم اللي انت عايزه. سي مثلا بدل 5 دقائق عايزاها تبقى 4 دقائق 30 ثانيه، يبقى الرقم اللي في الاول ده بايه؟ بالدقائق. الرقم الثاني ده الثواني. تروح مستخدم ايه؟ الهيلب، طلب مني الرقم الاولاني بالدقائق، طلب مني الرقم الثاني بالثواني. او كان ممكن اقول له كريت على طول، كريت على طول يبقى هياخدها ايه؟ 3 دقائق بس، سي مثلا 30 ثانيه. تمام كده؟ ده في البرودكشن اريا كويس قوي، بمعنى وانت فعلا في الشغل وانت كونكتد على الراوتر عن طريق الكونسول، ظبط التايم ده عليه شويه 5 دقائق 10 دقائق حلو، لكن وانت كونكتد عن طريق التنت خليه مثلا 2 3 دقائق. انا بقى في اللاب انفايرمنت، انا مش عايزه طول ما انا بشرح معاك كده وبعد كده اجي ادخل على الراوتر الاقيه طلعني يعني ايه الخنقه دي. هو صحيح الكونفيجريشن مش هضيع لاني ما رستتش وما حصلش باور فيلير، تمام، بس انا لما اشرح وكتب امر طويل على ما اشرحه اجي ابص على الراوتر الاقيه طلعني اضطر اكتبه تاني، ده ايه وجع القلب ده. فعشان كده انا عن نفسي بفضل ان انا اعمل ديسيبل للتايمر ده، فبقول له هنا زيرو 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 زيرو. دي معناها ايه؟ مهما انا فضلت ايدل ما بلمسش الكيبورد بتاعت الراوتر، خليني ايه؟ مهما فضلت ايدل ما تطلعنيش خالص بره الراوتر مهما فضلت ايدل، تمام؟ نفسه بالظبط لو كنت قلت له نو اكزيت داش تايم اوت. الامرين الاخرانيين دول مكافئين لبعض بالظبط، يبقى ده برده معناه ما تطلعنيش ما تعمليش تايم اوت من الراوتر مهما انا فضلت ايدل ما بلمسش الكيبورد. تمام؟ ده كده اول امر اخدناه دلوقتي. طيب امر كمان، تعالى كده نطلع الانيبل مود. عايز اطلع الانيبل على طول، اقول له ايه؟ من غير ما اقول له اقول له اكزت اكزت، قلنا يا اما اقول له اند يا اما كنترول سيت، صح؟ طب لو قلت له اند وادخل تاني على الكونفيجريشن مود، ايه ده؟ ايه اللي طلع ده؟ كونفيجرد فروم كونسول باي كونسول. مش انا قايله لك من شويه ان اي اكشن بيتم على الراوتر بيطلع لي سيسلو؟ يعني مثلا شبكه وقعت، شبكه انضغطت، لما غيرت الساعه من شويه طلع لي سيسلو. دايما لما بطلع على الانيبل مود دايما بيطلع لي سيسلو. على سبيل المثال اللوجز اللي قدامي ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت دلوقتي بتعملي كونفيجريشن للراوتر عن طريق كابل الكونسول وعن طريق اليوزر اللي اسمه كونسول. ده ايه ده؟ قال لك مش انا ممكن اعمل كونفيجريشن للراوتر عن طريق التنت؟ انما انا دلوقتي كونكتد على الراوتر عن طريق الكونسول، فبيقول لي انت داخله دلوقتي بتعملي كونفيجريشن للراوتر عن طريق كابل الكونسول عن طريق اليوزر اللي اسمه كونسول. ده ايه ده؟ المحاضره الجايه باذن الله هنتعلم ازاي ان انا اكريت يوزر على الراوتر، تمام؟ اكريت مثلا يوزر اسمه عبير. باي ديفولت دلوقتي في يوزر اوريدي اكزيست على الراوتر اسمه ايه؟ كونسول، والباسورد بتاعته فاضيه من غير باسورد، وده اللي انا داخله بيه دلوقتي. يبقى اللوج اللي قدامي ده بيقول لي ايه؟ ان انت داخله على الراوتر عن طريق كاب الكونسول وبتعملي كونفيجريشن عن طريق اليوزر اللي اسمه يا احمد؟ اليوزر اللي اسمه عبير كونسول. لا دلوقتي انا دلوقتي داخله على الراوتر عن طريق كابل الكونسول وبعمل كونفيجريشن عن طريق اليوزر اللي اسمه كونسول، ده اللي هو زي الروت مثلا، اعتبرها كده. تمام. لما انا دلوقتي كنت بكتب اللوج طلع خنق عليا وانا بكتب، صح؟ انا كنت بكتب config داش تي، هو لو ضغطت انتر على فكره الامر هينفذ، مش هيقول لا، بس الفكره ان انا خنقت على نفسي وانا بكتب، انا متضايقه وانا بكتب. قدام باذن الله في كميه لوجز هتظهر على الراوتر واحنا شغالين كتير قوي، ده انا ممكن اكون اكتب امر يطلع لي لوجز لوجز لوجز، تمام؟ وبالتالي وانا بكتب الامر هلاقي الامر بتاع الحروف بتاعته فعلا متنطوره كده في الشاشه. تمام؟ تاني كده انت config، وانا بكتب اللوج طلع اهو. انا كان ممكن اقول له كنترول ار، كنترول ار هيعيد الامر تاني في سطر جديد،
طب ما في طريقه احلى. ايه هي؟ بدل ما كل شويه اكتب واقول له كنترول ار، انا ممكن اقول له دلوقتي بليز يا راوتر خلي اللوج سنكرونايزد معايا وتزن معايا. يعني ايه؟ مهما اللوجز عماله تطلع 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 خليها فوق مع نفسها، ودايما الامر بتاعي خليه يظهر في اخر سطر عشان عيني تبقى عليه. تمام. اعمل الكلام ده ازاي؟ في حاجه بقى، انا ممكن اخلي اللوجز دي تبقى سنكرونايزد متزنه معايا عن طريق كابل كونسول، لكن وانا داخله عن طريق التلت اخليها تضايقني. يبقى الامر ده يتعمل فين؟ في الصب. في الصب اللي هو بتاع مين؟ بتاع اللاين كونسول. طبعا مش شرط اكتب كونسول كامله، احنا اتفقنا ان في اختصار في ابريفيشن. تمام. هاجي هنا سيمبلي هقول له لوجينج مسافه سنكرونس. لوجينج ايه؟ سنكرونس. طب انا مش حاطه سنكرونس كامله. تمام. انت تعالى بقى كده هطلع تاني على الانيبل مود تاني واكتب بسرعه واشوف تاثير اللي انا عملته ده ايه. هقول له انت، ايه اللي حصل؟ وانا بكتب اللوج طلع عادي، انا مفيش عندي طريقه، انا مش عايزه امنع اللوج. طب لو لازم بص، اولا ده مش ريكومندد. تمام. حتى لو قلت له في امر كده ممكن امنع بيه اللوج. تمام. لو انا ما كنتش حددت له مكان تاني اللوج تترين عليه هتفضل تظهر عندي. طب احطها زي ديف نول كده حاجه؟ لا لا لا، ديف نول هنا مفيش. وانت اصلا لما تشوف اهميتها قدام هتلاقي ان هي مهمه جدا. انا ممكن بامر الغيها، بس لازم اكون حددت مكان تاني يترمي عليه. لو ما كنتش حددت مكان تاني يترمي عليه يبقى الامر اللي انا قلت له نو ده، الامر اللي انا لغيت بيه اللوجز ده، انا ولا كاني عملت حاجه. تمام. انت نفسك اصلا مش كنت بتحتاج تدخل باستمرار تحت سلاش بار سلاش لوج سلاش مسجر عشان تشوف ايه اللي بيحصل عندك على السيستم؟ صح. فدي مش حاجه وحشه. تمام. بس الفكره ان انت تنظمها. تمام. انتر دخل. اوكي. يبقى تاني امر لوجينج سنكرونس تاثيره ايه؟ انه بيخلي اللوجز متزامنه معايا. يعني ايه؟ اللوجز بقى ايا كان عماله تظهر عماله تظهر كده في السطور اللي فوق، ودايما الامر وانا بكتبه يظهر معايا في اخر سطر. تمام. تمام. طب تعالى كده الغي اللي انا عملته. انا عايز اخلي اللوجز تخنق عليا، اعمل ايه؟ 90% من اوامر سيسكو بكتب نفس الامر في نفس المود، بس باجي في الاول كده واقول له نوم. يعني انا لو جيت هنا في الاسهم كده لوجينج سنكرونس كنترول اي، جبت المؤشر في اول السطر نو. تمام. انتر. انا خنقت على نفسي اهو، رجعت تاني اضايق نفسي. طب وليه وجع القلب؟ تمام. يبقى انا عن نفسي ده بقى فيتشر كده انا مش حباه. لوجينج. تمام كده. ده تاني امر شفناه مع بعض. يبقى لغايه دلوقتي اخدنا الاكزيت داش تايم اوت اللي بيطلعني من الراوتر بعد عدد معين من المرات او من التايمز يعني او من المينتس يعني. تاني حاجه اللوجينج سنكرونس اللي بيخلي اللوجز بتاعتي متزامنه. تمام. عندي حاجه كمان، في محاضرة كاملة هناخدها بإذن الله على التلنت. تمام. التلنت ده يا إما بتكتبه في اليوزر مود أو في الإنيبل مود. بتكتب إيه؟ بتكتب تلنت مسافة سي مثلا بي سي 1 الأي بي أو الاسم. أنا هفترض دلوقتي إن أنا بدخل بالاسم، يبقى هقول له إيه؟ تلنت مسافة بي سي 1. الكلام ده يا إما في اليوزر مود يا إما في الإنيبل مود. قال لك طب إيه رأيك كمان إن أنت ممكن بدل ما تقول له تلنت مسافة بي سي 1 تقول له بي سي 1 بس. بي سي 1 يعني أنا كده بقول له إيه؟ أعمل لي تلنت على الجهاز اللي اسمه بي سي 1. تمام؟ تعالى كده نجرب. أنا ليه سؤال؟ لو أنا لو مثلا قاعد في البيت عندي وعايز أخش على مثلا راوتر في أسوان. تمام. هتبقى إزاي بقى؟ ينفع، بس لازم يبقى في بينكم راوتينج. قدام لسه هناخد الكلام ده. او سويتش مثلا تخش على سويتش. مفيش مشكله، بس السويتش لو ورا راوتر ده لازم فيها اكسترا كونفجريشن لازم تتعمل، لازم تفتح بورت على الراوتر عشان النت. بس تخش ازاي يعني؟ حاضر ماشي، بس لسه قدام لسه بدري. اهم حاجه يبقى في راوتنج ما بينهم. بعد كده تفتح التلت على الراوتر على السويتش ده. تمام. وبعد كده تعمل بورت ريدايركشن على الراوتر. ماشي. انا بقول لك الكلام ده بس لسه بدري عليه. ماشي. طيب كنت بقول ايه هنا؟ تعالى كده نغير اسم الراوتر هوست نيم
سميه مثلا عريف، وسط غلط، وسط ميم عريف، انتر. ده غلط صح؟ وسط ميم غلط. ايه اللي حصل؟ ابتداء من الحرف الغلط اداني علامة الكرت. ابتداء من الحرف الغلط اداني ايه؟ علامة الكرت. طب تعالى نجرب نفس الكلام ده كده في اليوزر مود او في الاليبل مود. يبقى دلوقتي لو انا كتبت اي امر غلط في الكونفيجريشن مود او في السب كونفيجريشن مود، تمام، هيديني ابتداء من حرف الغلط هيديني علامه الكارت دي، تمام. لكن لو انا جيت في اليوزر مود او في الانيبل مود وكتبت امر غلط، بينج كده صح ولا غلط؟ غلط. انتر. اوبس، ايه ده؟ ده انا لقيته بدا ان هو يعمل لي برودكاست في الشبكه، وتحت بيقول لي انون كوماند اور كمبيوتر نيم. ده ايه ده؟ مش احنا لسه قايلين ان انا ممكن اتلنت عن طريق امر تلنت مسافه او اسم الجهاز دايركت؟ هو انا لما كتبت له دلوقتي امر غلط في اليوزر مود او في الانيبل مود، في الاول بدا يبص على ان ده امر، ما لقاش فيه امر اسمه بينج بالطريقه الغلط اللي انا كاتبها، تمام؟ فبدا يفترض ان ده اسم جهاز كمبيوتر او اسم راوتر انا بحاول ان انا اتلنت عليه، وبدا يعمل لي برودكاست في الشبكه عشان اتلنت عليه. تمام. طبعا الراوتر قدامك هو مش كونكتد بحاجه ومش متوصل بحاجه. لو كان الراوتر فعلا دلوقتي متوصل بشبكه كانت الدنيا هنجت حته تهنيجه محترمه، وهلاقي البرومبت ده اختفى. ليه؟ الراوتر عمال يعمل برودكاست في الشبكه، عمال يحاول يوصل للجهاز ده، عمال يحاول يوصل على حسب كبر الشبكه. ممكن الدنيا تفضل مهنجه بقى مثلا 5 دقائق 10 دقائق على حسب كبر الشبكه. طب تفك التهنيجه دي ازاي لو الدنيا هنجت؟ قال لك قدامك حل من الاثنين. الحل الاولاني يا اما تقول له كنترول شيفت 6 مع بعض، كنترول شيفت 6، و6 دي اللي ناحيه الحروف مش اللي ناحيه الارقام، دي لو الدنيا هنجت. بس مش كل موديلات الراوتر بتسبورت كنترول شيفت 6، تمام. الحل الثاني بقى، قال لك في امر كده انا هكتبه دلوقتي على الراوتر تاثيره ايه. انا هقول للراوتر يا راوتر بقول لك ايه، لو كتبت لك اي امر غلط في اليوزر مود او في الانيبل مود بص في الاوامر بتاعه الداتابيز اللي عندك، لقيته غلط ما تستهبلش وتعمل لي برودكاست في الشبكه وتعتبر ان ده اسم جهاز انت عايز تتلنت عليه، تمام. تمام. تاني الامر اللي انا هكتبه دلوقتي تاثيره ايه. انا كده بقول للراوتر لو انا كتبت لك امر غلط في اليوزر مود او في الانيبل مود ما تعتبرش ان ده اسم ايه، اسم جهاز كمبيوتر، اعتبر ان ده امر، لقيته مش امر خلاص اديني ايرور، انما ما تعتبرش ان ده اسم جهاز كمبيوتر انا عمال احاول ان انا اتلت عليه. تخيل ان انت في امتحان سي سي اي اي وبتكتب بسرعه وعشان حرف غلط الدنيا تهنج معاك التهنيجه دي، صح؟ ايه بقى الامر ده؟ الامر ده بيتكتب في الكونفيجريشن مود لان تاثيره جلوبالي على مستوى الراوتر. هقول له نو اي بي دومين داش او مسافه لوك اب، نو اي بي دومين مسافه او داش لوك اب، تمام. بص بقى كده تاني، لو جيت في الانيبل مود او اليوزر مود وكتبت امر غلط عمل لي برودكاست المره دي؟ لا. لا، هو صحيح تحت بيقول لي انون كوماند اور كمبيوتر نيم، بس كمان واخدها كوبي وبس من الرساله اللي فوق بس، انما البرودكاست ذات نفسه في اي مشاكل لغايه دلوقتي؟ بالمناسبه صحيح، عشان بس هنت بسيطه كده، هنت هبله كده بسيطه يعني، لو انا قلت له ايه وعايز اضغط انتر ايه الوحده هتكفي؟ يعني طب لو قلت له ايه قال لي امبيكس كوماند، امبيكس يعني غير واضح غير مفهوم، تمام. فكان زي ما انت قلت كده لازم ايه على الحروف يفهمني انا اقصد ايه. تمام. يبقى الثلاث اوامر اللي احنا اخدناهم لغايه دلوقتي اكزيت داش تايم اوت هتحدد هيطلعك من الراوتر، هيعمل لك اكزيت من الراوتر بعد قد ايه او تايم اوت من الراوتر بعد قد ايه، نو اي بي دومين لوك اب عشان ما يستهبلش ويعمل لي برودكاست في الشبكه لو كتبت اي امر غلط في اليوزر مود او في الانيبل مود. الثالث كان ايه؟ اكزيت داش تايم اوت، نو اي بي دومين لوك اب، لوجيك سنكرونس عشان يخلي اللوجز ايه متزامنه معايا، تمام. طبعا لو انت عايز تلغي الامر بتاع نو اي بي دومين لوك اب تقول له ايه؟ تمام. انت بقى لغايه ما ناخد الجي ان اس هتشتغل ازاي؟
انت بقى عشان تشتغل مؤقتا كده هنشتغل على الباكت تريسر تمام. هتلاقي فولدر في انت واخده في الماتيريال اللي انت واخدها اسمه بروجرامز تحتيها باكت تريسر. اخر فيرجن نزل من الباكت تريسر اللي هو فيرجن 7 في منه 32 بت وفي منه 64 بت. اتسطب اوريدي اللي هو فيرجن 7؟ لا لا مش 7 مش 7 انا مش عارف في بقى على الديسكتوب عندي. فين فيرجن 6 لا قديم 6 حتى مش 6.3 تمام. لا 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 فرق جامد. فاستوبي بس الفيديو هعمل ان انستول الفيرجن بتاعك وسطب الفيرجن دي تمام. بعد ما سطبنا هنا الباكت تريسر فينيش هو الفيرجن ده بيحتاج لوجن يوزر نيم وباسورد على الاكونت بتاعنا على اللي هو النت اكيد تمام. طبعا انا لسه ما عملتلكش اكونت على النت اكيد فبدل ما اقول له هنا يوزر لوجن ساعتها هيطلب منك زي ما اتفقنا يوزر نيم وباسورد موجودين على النت اكيد. لا انا هقول له ايه جست لوجن تمام. هيدخلك بكل الفيتشرز عادي يعني بس هي رخمته ان كل مره بيفضل نظام كاونتر كده يعني جست تمام. هنا متقسمه الدنيا كاتيجوريز يعني هنا مثلا ده نتورك ديفايسز متقسمه الراوتر سويتشز امسون تمام. لو انا دخلت هنا على الراوتر الموديل اللي هنشتغل عليه باذن الله 2900 سيريس 2911 طبعا دخلت على لا فرق. لا 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 فرق كتير. تقصد ان هو سريع يعني وكده مش حاجه حقيقيه والله مش حاجه حقيقيه والله ما حقيقي. لو عايز يكون 5 روترات هتيجي روترات جي ان اس لا ما جربتوش هنجرب ما تخافش شكرا معاك تمام. اوكي في اي مشكله في الجزء ده؟